جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الوالد يفرق بين أبنائه وصار أحدهما مصابا بمرض نفسي، هل يأثم الوالد في ذلك؟ وصار الابن يكره والده بسبب هذا التفريق، هل يأثم أيضا في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. على الوالد أن يحسن إلى أولاده لأنهم أبناؤه، وأن يعدل بينهم في المعاملة والعطاء، فإذا تصرف معهم تصرفا سيئا ترتب على ذلك أن يصاب الابن بمرض نفسي أو بمرض جسمي، فإن الأب يأثم، لأن هذا من العدوان. الله جل وعلا نهى عن العدوان والبغي بغير الحق. على الوالد أن يحسن المعاملة مع أولاده، كما أن على الأولاد أن يحسن المعاملة مع آبائهم، مع والديهم. هذا هو المطلوب.